للوقوف على آخر تفاصيل في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي موسى النمراني. أهلا بكم سيدي. بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إرسال ميليشيا الحوثي لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحديدة، ما الهدف من هذه التعزيزات؟ أختي الكريمة، كان هناك اتفاق في ستوكهولم هو بموجبه توقفت العملية العسكرية في الحديدة. مؤخرا أعلنت الإمارات انسحابها من اليمن، وهي كانت متمركزة إلى شكل كبير في الحديدة، وأعلنت الفصائل المقاتلة في الحديدة توحيد نفسها ضمن قيادة واحدة، لكنها ما تزال خارج الجيش وخارج سيطرة وزارة الدفاع. ما يقوم به الحوثيون سواء على صعيد العودة أو التمترس بشكل أكبر في الحديدة أو على صعيد مواصلة محاكمة المعتقلين وإصدار أحكام الإعدام بحق أكثر من أو بحق 30 معتقلا في سجونها، هو تخلي عن هذا الاتفاق، وهو بالأصح كان اتفاقا شكليا غير مزمن وغير مكتوب بشكل واضح. وللأسف ميليشيا الحوثي حتى الاتفاقات الواضحة والمكتوبة والمزمنة لا تلتزم بها، سواء كانت على مستوى الجماعة ككل والحكومة أو على مستوى الجماعة والقبائل التي تبرم معها الاتفاقات ثم تنقضها في اليوم التالي. في ظل هذه التطورات، هل نحن بصدد أزمة جديدة للمساعدات الإنسانية في اليمن؟ هي ليست أزمة جديدة، هي أزمة متجددة. كان هناك اصطدام حدث مؤخرا بين ميليشيا الحوثي وبرنامج الغذاء العالمي، خرج إلى السطح بعد مطالبات من قبل ناشطين حقوقيين وشباب للمنظمات الأممية المعنية بالإغاثة بكشف تقاريرها المالية، ووجدت هذه المنظمات نفسها في حرج لأن تقاريرها المالية غير مضبوطة. المساعدات التي يقرر أن تصل إلى اليمنيين كما يتم سرقة جزء كبير منها وتسليم الجزء الباقي للحوثيين ليعيدوا استخدامه ضمن المجهود الحربي وتوجيهه لملشنة المجتمع وإخراج الفقراء والمساكين للتجنيد في صفوفها، باستخدام هذه المساعدات التي يفترض أن تقي اليمنيين من الجوع وأن تحافظ على النسيج الاجتماعي لهذه الطبقات الفقيرة والمسحوقة. ما هي توقعاتكم للاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث؟ للأسف المبعوث الأممي، على الرغم من أنه معني بتطبيق اتفاق ستوكهولم وعلى الرغم من الفرق الواضح والكبير الذي قامت به ميليشيا الحوثي من خلال إصدار أحكام الإعدام بحق 30 معتقلا في سجن الحوثيين، إلا أنه لم يكن به حركة تتوازى أو يمكن أن تكون ردا على مثل هذا الخرق الواضح والتخلي عن هذا الاتفاق. ما يقوم به جريف يمكن أن يكون عامل مساعد لميليشيا الحوثي للاستمرار في تجريف هوية المجتمع اليمني وتجريف مؤسسات الدولة والحكم على اليمنيين بالموت البطيء. موسى نمراني الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.